هنروح برضو لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في استعداد كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان الموسم الجديد. الموسم السابق شفنا فريق 99، شفنا فريق 2001 و2005 في المنطقه، وشفنا 2006 وهم بيحصدوا البطولات. السنه دي في استعداد قوي. بالمناسبه التدريبات في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بتبتدي من الساعه 5:30 صباحا. يعني الناس ممكن تستغرب، ده بعد الفجر بساعتين. هو ده النظام اللي عمله المدير الفني الاجنبي. كل تدريبات 5:30 و6 صباحا لجميع البراعم واللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح لقطاع او فريق 2003 ونشوف مع بعض، اخر استعدادات فريق 2003 بقياده المدير الفني الكابتن سيد غريب اللي عامل شغل هايل جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نشوف اخر الاستعدادات للموسم الجديد ونروح لفاصل، وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مره ثانيه. الحمد لله دي ثقة كبيرة جدا. أول حاجة احنا كلنا شغالين في النادي الأهلي من الساعة 6 الصبح لغاية بنشوف الفرقة كلها، الفرقة كلها شغالة بسيستم واحد، احنا عارفين كل اللعيبة. الحمد لله كل اللعيبة أصحابنا وكل اللعيبة أولادنا، بنجتهد معاهم وهم عندهم ثقة فينا، فالأمور بتبقى بسيطة. يعني فرقة 2003 دي كان معايا السنة اللي فاتت منها مجموعة كمية 2001 وخدت البطولة. 2006 طبعا عملت معاهم شغل كويس قوي، عملت فترات معاهم كويس، اشتغلت الدور الاولاني كويس معاهم، الحمد لله حققنا بطولات معاهم السنه اللي فاتت. ده بيرجع توفيق ربنا والشغل بتاعنا، الحمد لله احنا بنجتهد من اول يوم، وانت شايف من اول يوم دلوقتي. بقى لي 5 سنين في السن دوت، اشتغلت مع انبي 4 سنين والسنه دي تبقى السنه 5. انا شايف ان فرقه النادي الاهلي من احسن فرق مصر، عملوا شغل كبير قوي السنه اللي فاتت مع الكابتن شرف والكابتن شريف، وان شاء الله احنا بنكمل. ان شاء الله احنا قلنا لهم السنه دي احنا عاوزين هدفين، الهدف الاول بتاعنا ان احنا نطلع الدرجه الاولى.